أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر ولم تجدوا كاتبا فيغفر لمن يشاء.
يشاء ويعذب من يشاء ويعذب
يشاء والله على كل شيء الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
قوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا Shut up.
صدق الله العظيم. هكذا خذ الإيمان والإسلام. استمعتم إلى آيات الله البينات. تلعل من سمع حضرتكم فضيلة الأستاذ القارئ الحاج عبد الباسط عبد الغني أحمد الجبي القارئ المعروف والمقيم بقرية جنبها التابع لمركز ومدينة حوش عيسى إدارة الصوت والنور ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى ركبت وجهزت من مخازن ومحلات المعلم سامي خميس الحاج الحوم الشطلة المقيمين والمعروفين بهذه البلدة العامرة مرات السادة معازين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والباقي لله وحده.